بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا. والحمد لله رب العالمين. الحمد لله، شكر kepada الله سبحانه وتعالى. Kita diberikan peluang dan ruang lagi pada hari ini, pada malam ini. Alhamdulillah, setiap Jumaat malam bersama-sama dalam sesi bacaan surah Yasin, tahlil serta doa selamat mingguan kita, insya-Allah. Apa khabar semua tuan-tuan puan-puan? Moga-moga Allah merahmati tuan-tuan puan-puan. Moga-moga Allah mengampuni dan memudahkan urusan kita semua, insya-Allah. Baik, assalamualaikum semua yang mengikuti Kak Nuraini dan sahabat-sahabat sekalian. Moga-moga kita diberikan keberkatan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Jadi apa kata kita mulakan dengan umul kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Baik, seperti biasa kita akan mulakan dengan bacaan surah Yasin. Sudah disambung dengan tahlil dan doa selamat, insya-Allah. Baik, insya-Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم. إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. تنزيل العزيز الرحيم. لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْنَاقِهِمْ أَغْلَالًا فَهِيَ إِلَى الْأَذْقَانِ فَهُمْ مُقْمَحُونَ. وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ. إِنَّمَا تُنذِرُ مَنِ اتَّبَعَ الذِّكْرَ وَخَشِيَ الرَّحْمَنَ بِالْغَيْبِ فَبَشِّرْهُ بِمَغْفِرَةٍ وَأَجْرٍ كَرِيمٍ. إِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون. إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما
فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. قالوا إنا تطيرنا بكم قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين. اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. إني إذا لفي ضلال مبين. إني آمنت بربكم فاسمعون. قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون. وإن كل لما جميع لدينا محضرون. وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون. وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون. ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون. سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون. والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون.
وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين
أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم. الحمد لله الحمد لله شكرا الله سبحانه وتعالى karena bacaan surah Yasin. Semoga Allah menerima bacaan surah Yasin kita dan menempatkan kita bersama orang-orang yang saleh insya-Allah. Baik, Alhamdulillah, insyaAllah kita teruskan dengan bacaan tahlil sebagaimana biasa insyaAllah. Saya bacakan dulu nama-nama yang telah diberikan kepada Ustaz supaya lebih mudah insyaAllah. Okay, baik. Ustaz bacakan dulu nama yang diberikan kepada Ustaz. Pertama daripada Kak Mariani. Assalamualaikum salam. Baca Yasir Tahlil dan doa buat arwah ibu saya Haji Haji Wahid Haji Hamid. Ayah saya Haji Ahmad bin Kasim. Kakak Zaitun Ahmad. Abang Zulkarnain Ahmad. Abang Yusran Ahmad. Abang Idris Ahmad. Abang Ipar Haji Azizul Hasan. Haji Yusof, anak saudara Muhammad Fidus bin Idris, sahabat Fazliyatun Husin, bapa saudara Haji Mukhtar bin Wahid. Terima kasih Ustaz, sama-sama. Seterusnya daripada Kak Tengku Munyati, Assalamualaikum salam. Baca Yasir Tahlil untuk arwah-arwah Tengku Ibrahim bin Tengku Muhammad, Yah binti Omar, Tengku Abdul Rahim bin Tengku Ibrahim,
Tengku Abdul Aziz bin Tengku Ibrahim, ni Ahmad Nakiuddin bin Ishamuddin, Tengku Waridi Tengku Ibrahim. Dan selamat untuk semua family tu dalam kurang sihat. Tengku Yasimah binti Yah, Ishamuddin bin Bensu, Muhammad Syari bin Wan Maryam, Tengku Muhammad Amrullah bin Muhaini, Tengku Nurul Huda binti Muhaini, Tengku Salamati binti Syah, ni Muhammad Hafiz bin Tengku Yasimah, Ashirah binti Aisyah, Tengku Muhammad Rahman bin Muhaini, ni Muhammad Halim bin Tengku Yasimah, Tengku Munyati binti Yah. InsyaAllah. Terima kasih banyak kepada Tengku Munyati. Baik, seterusnya daripada Kak Nuraini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya naikkan bacaan yasin dan tahlil untuk alam-alam berikut. Pertama, Allahyarham Safiyah binti Hashim, ibu. Allahyarham Wahab bin Deli, ayah. Allahyarham Jamil bin Wahab, abang. Allahyarham Jamaliah binti Wahab, kakak. Allahyarham Fazila binti Wahab, kakak. Allah yarhamah Saripah binti Ali nenek. Allah yarham Hashim bin Naim datuk. Allah yarhamah Zabidah binti Haji Manan nenek. Allah yarham Deli bin Jumlah datuk. Allah yarhamah Khalijah binti Deli ibu saudara. Allah yarhamah Jamilah binti Ali nenek saudara. Allah yarhamah Allah yarham Majid bin Umar datuk saudara. Seluruh mukminin dan mukminat yang masih hidup juga telah meninggal dunia. Juga niatkan baca yasin dan doa ini untuk anak saudara Nur Hayati binti Jamrus yang kini sedang sakit. Semoga Allah kurniakan kesembuhan dan mudahkan urusan perubatan beliau. InsyaAllah. Terima kasih banyak-banyak Kak Nuraini. Moga Allah memudahkan dan beri kesihatan kembali kepada anak saudara. InsyaAllah. Seterusnya pada Kak Ailin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baca yang tadi untuk Allah rahmah berikut. Allah rahmah Irah binti Karto. Allah rahmah Ahmad bin Haji Ali. Allah rahmah Buang bin Ahmad. Allah rahmah Ismail bin Ahmad. Allah rahmah Adlatib bin Ahmad. Allah rahmah Asya binti Umar. Allah rahmah Muqtab bin Haji Umar. Allah rahmah Mahfud bin Haji Umar. Allah rahmah Abdul Malik bin Syamsuddin. Serta Allah rahmah Allah rahmah Haji Yunus bin Haji Yaakob. Terima kasih. Seterusnya daripada Kak daripada Encik Hashim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz untuk membacakan anak arwah berikut. Hajah Sa'udah binti Yunus, emak. Haji Abdul Aziz bin Surin, ayah. Haji Adas bin Yunus, penguzur. Cik Basah binti Ahmad Zahar, ibu mertua. Cik Aizan bin Alias, abang ipar. Nurul Islam, kawan. Khairul Anna bin Ali, kawan. Syamsul Amir bin Hamzah, kawan. Terima kasih banyak-banyak, Cik Hashim. Baik. So, itu sahaja pada tengah hari ini. Pada malam ini, insyaAllah. InsyaAllah kita teruskan dengan bacaan tahlil, insyaAllah. بسم الله الرحمن الرحيم إلى حضرات سيدنا وحبيبنا وشفيئنا محمد صلى الله عليه وسلم وإلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين وعلى آل كل والصحابة والقرابة والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وإلى أرواح والدينا ومعلمينا وذوي الحقوق علينا أجمعين الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد
لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه، هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد، لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. يا أرحم الراحمين ارحمنا، يا أرحم الراحمين ارحمنا، يا أرحم الراحمين ارحمنا،
ورحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت، إنه حميد مجيد. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك حبيب الله سيدنا محمد وعلى آله وسلم على معلوماتك وعلى كلماتك، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك شمس الضحى سيدنا محمد وعلى آله وسلم على معلوماتك وعلى كلماتك، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك بدر الدجى سيدنا محمد وعلى آله وسلم على معلوماتك وعلى كلماتك، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن سيدنا أصحاب رسول الله أجمعين، وحسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أستغفر الله العظيم، أستغفر الله العظيم، أستغفر الله العظيم. أعوذ ذكري فاعلم أنه لا إله إلا الله، 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 لا إله الله، لا إله إلا 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 الله، إله إلا الله، لا 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 إله إلا الله، محمد رسول الله، لا إله إلا الله، حبيب الله، اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد، يا رب صل وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم، إن شاء الله كita doa sama-sama. Semoga Allah berikan keberkatan dan keampunan kepada kita, insya Allah. Doa juga kepada mangsa-mangsa nahas pesawat semalam yang terhempas di kawasan Sungai Buloh. Moga-moga Allah mengampunkan dosa mereka, insya Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات، وتقضي لنا بها من جميع الحاجات، وتطهرنا بها من جميع السيئات، وترفعنا بها عندك على الدرجات،
وتبلغنا بها أقصى الغاية من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. سبحانك لا نحصي ثناء عليك كما أثنيت على نفسك، ولك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين، وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين، وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين، وصل وسلم على سيدنا محمد حتى ترث الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين. اللهم اجعل واوصل وتقبل ثواب ما قرأناه من القرآن العظيم، وما حللناه من لا إله إلا الله، وما استغفرناه وما كناه من يا الله، وما صليناه على النبي محمد صلى الله عليه وسلم في هذه الساعة المباركة، هدية منا واصلة، ورحمة منك نازلة، وبركة شاملة، وصدقة متقبلة. نقدمها ونهديها إلى حضرة سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم إلى أرواح أزواجه وذرياته وأصحابه والتابعين والتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اجعله فكاكا لهم من النار، ونجاة لهم من النار، وسترا لهم من النار، وفداء لهم من النار. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. ثم ثوابا مثل ثواب ذلك إلى أرواح والدينا ومشايخنا ووالديهم ومشايخهم وجميع المسلمين من مشارق الأرض إلى مغاربها. اللهم اجعلنا في صحائفنا وصحائف والدينا والسادات الحاضرين ووالديهم وهم جميع برحمته ورضوان، وأدخلنا وإياهم في فسيح الجنان. يا حنان يا منان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام. اللهم انقلهم من ضيق القبر واللحود إلى جنتك جنات الخلود، إلى ظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة، ورش مرفوع على الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم، الحمد لله رب العالمين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين 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 يا رب العالمين. ربنا تقبل منا دعانا، إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إن يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم، ولا تؤاخذنا بالعظائم والجرائم يا كريم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم، منا ومنكم، تقبل يا كريم. يا الحمد لله. Syukur kepada Allah SWT, kita telah menamatkan bacaan surah Yasin, tahlil serta doa selamat. Moga-moga Allah merahmati, mengampuni dan berikan kekuatan kepada kita insyaAllah, dan diberikan keberkatan insyaAllah di dunia dan di akhirat, khususnya kepada mereka yang telah pergi insyaAllah. Terima kasih kepada semua yang mengikuti dan telah bersama-sama dengan Ustaz pada malam ini. Moga kita bertemu lagi pada minggu hadapan. Selamat berhujung minggu. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.